لا خليل، همة كيف؟ الهمة عالية خاصة في الصباح. العلو الهمة. مشاهدينا مع المدرب التنمية البشرية الأستاذ أيوب إسماعيل آدم. صباح، مرحب بكم. مرحب أيوب، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخي أبو بكر، أخ خليل، ومرحبا بالسادة المشاهدين في هذا الصباح الباكر الجميل. نعم، خليل ده بيشكو إنه همة ضعيفة. إن شاء الله فقرة اليوم بتعلي لي كده، يكون فيها كثير من المعلومات الجيدة والجميلة. هو من أصحاب الهمم العالية. نحسبه. نحسبه طيب، كذلك. نبدأ المدخل الأول، نعرف يعني من يقول همة عالية أو علو همة، التعريف شنو؟ الهمة طبعا أكيد سادة المشاهدين، يعني هذا المصطلح من المصطلحات الرائجة في هذا العصر، ولكني أجتزئ بتعريف ربما يكون أنه شامل. قال بعضهم الهمة أن تستصغر ما دون النهاية، أو أن ترى في نظرك كل ما دون النهاية هو صغير. فالشيء الذي تريد أن يفعله الإنسان في أي المجالات، الوقود المحرك أو الطاقة المحركة للإنسان هو همته. لو أراد الإنسان في مجال العلم، في مجال كسب المال، في أي المجالات، أن يرى الإنسان كل ما دون النهاية هو صغير بالنسبة له. وطبعا بصورة أجمل وأعلى وأرقى إذا استصحبنا قول الله تبارك وتعالى وأن إلى ربك المنتهى. فكل النهايات عند الله تبارك وتعالى، لذا كل ما هو دون لقاء الله تبارك وتعالى في نظر المرء أن يكون هذا مستصغر، وأن يكون الإنسان له الطاقة والقدرة والهمة على أن يتجاوز كل العقبات وكل الصغائر وكل الأشياء التي تعترض طريقه في أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، هناك بعض الكلمات ممكن تكون مترادفات. نعم. في معانيها همة عالية، إرادة، عزيمة. هل هناك فرق في هذه المفردات؟ هي تتداخل، أن الهمة متعلقة بالطاقة التي تحرك الإنسان إلى وصول الهدف الذي يصبو إليه. نعم. فالهمة والعزيمة والطاقة لما ذكرتها خليل هي متداخلة مترادفة في 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 فيما بينها، وقد ينوب كل واحدة من الآخر محل الثانية ويأتي نفس المعنى، لكن الهمة دائما تتعلق بعظائم الأمور، ودائما تتعلق بالنهايات، وتتعلق بالمآلات التي يصير إليها الإنسان أو التي يريد الإنسان أن يصل إليها في حياته. فمن ها هنا يتحدث الناس عن الهمم وعن كيف يستشهدوا بأصحاب الهمم العالية وبالنماذج وبمثل هذه الأشياء والقول عنها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فالمفردات أو المصطلحات تكاد تحكي قريبا من المعنى مع بعض الفوارق الدقيقة فيما بينها. طيب، دائما بقول لك الهمة من هم بالشيء اللي يفعله، يعني شال هم انه يا اخي انجز مهمة بعين دراسة او مشروع وغيره من الحاجات اللي ممكن تسمح الانسان بانجازه ويصل للنهاية اللي انت ذكرتها. هل جانب الهمة عند الانسان من المسائل الفطرية اللي بيخلق بها، ام من الاشياء المكتسبة بيكتسبها الانسان مع صعوبة المشروع اللي عاوز يدخل فيه؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يعني في فطرته للبشر خلق، جعل أنه الإنسان على أحسن تقويم، وضع فيه كل القابلية على أن يتطور الإنسان أو على أن يكتسب كل المهارات ويكتسب كل المعالي التي يريد أن يصل إليها. فالإنسان لما خلق، خلق بشرا، الله سبحانه وتعالى قال إني خالق بشرا من طين. من طين. فيخلق بشر، وفي تعريفه على أن البشر هو بادي البشر. فأصحاب الهمم العالية والنفوس الكبيرة يترقى الإنسان أو يترقى البشر منهم إلى أن يصل إلى درجة الإنسانية الكاملة. الله سبحانه وتعالى خلق الفرس فرس، من يوم أن خلقه فرس إلى يوم الناس هذا هو فرس. الحصان حصان، من يوم ما خلقه حصان لحد يوم الليلة حصان. صحيح. مش كذا؟ أكيد. والغزال غزال، يعني ما في طفرة ولا تطور في فصيلة المخلوقات الأخرى. أما بني الإنسان طبعا طفرة وتطور من ناحية المفاهيم أنت تقصد. أيوة. فتجد هذا التطور يصنعه أصحاب الهمم، وهذه الطفرة الهائلة
والمفاهيم الراقية يصنعها أصحاب الهمم العالية. فالإنسان في غريزة نفسه أو في فطرته أنه هو مهيئ للكمال، سلام، مهيئ للترقي. فبعض الناس الآن تجده يعني بلغ من العمر ما بلغ وهو لم يزل بعد في طور البشرية أو في طور أنه الإنسان البدائي. نعم. يعني الآن تشوف زول هو يعني بلغ من العمر ما بلغ، لكن إلى الآن تصرفه تصرف شبه بهيمي، نظرته للحياة شبه بهيمية. يعني فقط منظوره للحياة أنه يأكل ويشرب ويتكاثر، يتزوج يتكاثر، قاصر أهم حياته على ذاته، نعم، على نفسه فقط. ده الانكفاء أو الانغلاق على الذات. أيوة، قاصر انكفاء على نفسه. في حين وبعض حتى في مجتمعات أو حتى في شعوب تصرفه ما زال تصرف. الآن نحن لما نشوف تصرف راقي جدا وشعور تجاه الآخرين سامي، يعني كل الناس تنبهر بالسلوك الإنساني الكامل. أنه يقول لك هذا إنسان يعني منتهى الإنسانية، منتهى الأخلاق، منتهى القيم. هذا هو المراد بأن يرتقي الإنسان في همته، يصل درجة الإنسانية، ولا أقول الإنسان الكامل. هناك في على مستوى الكمال البشري، يعني ليس الكمال المطلق هو لله تبارك وتعالى، لكن الكمال البشري يترقى الإنسان. بعض أصحاب الهمم الصغيرة، يعني رحمة الله عليه الشيخ محمد خضر حسين إمام الأزهر في السابق، وهو رجل كان تونسي وانتخب على أنه إماما للأزهر في القرن الماضي، قال بعض الناس يرى في، قال الناس أصناف، صنف يرى في نفسه الكفاية لإدراك الكمال أو الكفاية لتحمل الصعاب ولتجشم العقبات. هذا يعني من الأصناف يقال له عالي الهمة. يعني الإنسان يشوف أنه هو مؤهل على أنه يفعل أشياء عظيمة وأشياء كبيرة. قال وصنف آخر من الناس، أو صنف ثاني من الناس، خلق وفي نفسه القدرة على الكمال، أو في نفسه المقدرة على صنع الفوارق التي تحدث بين الناس، ولكنه لا يفعل. يعني تجد بعض الناس عندهم مقدرات هائلة، يعني عنده مقدرات عقلية أو عنده مقدرة جسدية أو عنده يعني عنده شيء، مهارة يتفوق بها على غيره، لكنه لا يفعل. وما أكثر يعني من نرى يعني بيننا أصدقاء في الأحياء، تلقى الإنسان عنده مهارة أو عنده مقدرة أو عنده ملكة في شيء محدد، لكن لا يطور هذه المهارة. وقال هذا ما يقال عنهم أصحاب الهمم الصغيرة أو أصحاب النفوس الصغيرة. قال وصنف ثالث ليس له المقدرة على صنع الكمالات أو صنع الفوارق الأشياء الكبيرة، ويلزم حده ويعرف نفسه ويتواضع. هو صنفه هكذا، قال هذا مرحوم، يعني يعرف قدر نفسه. قال هؤلاء الثلاثة، ورابعهم قال أناس لا ليس لهم المقدرة على صنع الأشياء ولكنهم يتفاخرون ويزيفون للناس أنهم يفعلون. فقال هذا من يضر بالمجتمع، يعني يتطلع لشيء هو لا يحسنه. هذا التصنيف نستفيد منه، أو الكلام الذي ذكره شيخنا العلامة الفاضل محمد خضر حسين، على أن يعني في الصنفين الأولين، يعني بعض الناس أصلا هو مهيئ لأنه يتجشم الصعاب وعلى أنه يكون في صدر ويتطلع الناس ويخدم المجتمع. أيوة، يفضل. وهذا عالي الهمة. الصنف الثاني بعض الناس لهم المقدرات ولهم القدرة على أن يفعلوا لكنهم لا يفعل، هذا أمر سيء جدا. فأصحاب الهمم العالية من ينظرون إلى التطلع أو إلى على أن ما كل شيء ما دون النهاية في الهدف الذي حددوه هو سهل ويمكن تجاوزه. طيب جميل. هنا من هذا الكلام اللي ذكرته أستاذنا أيوب يظهر سؤال، وسؤال مهم وواقعي حقيقة. أكيد سمعت بحشاش بدقنه. نعم، ليلة من هنا لهناك وبكرة. أي يعني ده ممكن يدخل لنا في جانب إنه هو عنده الرغبة، بدليل إنه بيتكلم أيوة وحاب، وحتى ممكن يخيل له إنه ممكن يفعل. أيوة أيوة، لكن مع ذلك لا شيء. هو عنده المقدرة،
لأجل أن يفعل، لكنه لا يفعل. طيب لماذا؟ ليس له الطاقة على أن يفعل. وما أكثر حشاش بيدقنه يعني من الناس اللي لنا عمل كده، وحتى في حياتنا العادية. يعني الآن ممكن يكون السادة المشاهدين يعني كم منهم يعني كم مرة عزم على أن يفعل شيء، يعني يعني الخريجين كم مرة الواحد منهم عزم على أن يحضر الدراسات العليا كثير، وكم واحد منهم عزم على أن المشروع الفلاني، أو واحد يكون موظف ودخله محدود ويفكر في مشروع على أنه مشروع جانبي يزيد به الدخل، كم واحد فكر عشان لكن وكم من المشاريع يعني عشرات المشاريع يفكر فيها بعض الناس لكنهم يتقاعسوا عنها. فلذلك هنا أتى المقولة المشهورة: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن من فساد الرأي أن تتردد. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: استغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل، فتوكل على الله، يعني البعث تفكير الطوال يكون الفعل باعتباره مباشرة، ويكون هنالك عزيمة. نعم، لابد أن تكون في عزيمة وقوة إرادة. هذه الآيات من نزلت بعد حادثة أحد. طبعا تعلمون على أستاذ المشاهدين عن أنه غزوة أحد يعني كانت المشهورة قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من رأيه أن يجلس في المدينة، ولو جو كفار قريش يحارب من داخل المدينة ويحمي المدينة وما يخرج، يعني يكفي الذي دار في غزوة بدر إلى الآخر. لكن صغار الصحابة والشباب كانت همتهم عالية، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث القوم بأن أجبنا وإلى آخره، فقالوا لابد من أن نخرج إليه. فبعد هذه المشورة النبي صلى الله عليه وسلم نزل لرأي الأغلبية يعني عامة الصحابة، هو ما رأيه أنه ما يخرج، لكن لما رأى على أن الصحابة يريد أن يخرجوا هنا دخل بيته ولبس لباس الحرب يقال له اللأمة. فلما خرج الجماعة هنا كأنهم تشاوروا وقالوا: يا أخي نحن أكرهنا رسول الله على الخروج، فندموا على هذه الفعل. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله كأننا استكرهناك، فإن شئت فقعد، يعني كلامنا اللي نحن خلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحارب في سبيل الله. يعني أنت خلاص بديت ده، يعني شوف ما تحدث عن نفسه بل تحدث عن كل الأنبياء السابقين. ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقاتل. أنت دخلت في برنامج تكمل للنهاية، يعني تعليم الصحابة. أيوة، تعليم الصحابة رضي الله عنهم مهارات الهمة العالية في الرأي والقرار عمليا. خلاص أنت قررت الأول، قبل القرار لابد أن يكون في تأني وفي استشارة وتقليب الأمور وتشوف الرأي الصحيح، تستخير ربنا سبحانه وتعالى. وأدبنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ما خاب من استخار وما ما خاب من استشار وما ندم من استخار. الآن خلاص يعني أنا داير أعمل الأمر الفلاني، أسافر، أبتدي المشروع الفلاني، أدخل في الدراسات الفلانية، أفعل كل أمر. ما تستعجل في بداية الأمر، ما تستعجل، يتريس الإنسان وينظر ويتعقل ويشاور، ثم إذا تبين له أنه يسلك هذا الطريق خلاص لا رجوع. في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصل الحصن على أن يفتح، فالنبي قال: لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. سيدنا عمر قال: ما تمنيت الراية إلا يوم، ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. قال: فلما أصبح الصباح تطاولت أعناقنا. أي واحد من الصحابة يرفع رقبته كده عشان النبي يشوفه يقول ده أنا عاوز. يعني لم يتمنوا الرئاسة والإمارة لذاتها، وإنما لما تحمله من هذا المعنى على أن هذا الأمير هو محبوب من الله ورسوله، وأثبت له رسول أنه يحب الله ورسوله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز في الناس يمين شمال، فتش زول محدد ما وجد، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقالوا له: يا رسول الله إنه يشكو عينه. جماعة طبعا جابوا سريع عشان يشوف البعد. فقال: نادوا.
فجاء سيدنا علي وتفل الرسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه، الرواية المشهورة قال فلم أدري أيهما كانت يعني من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له، أعطاه الرواية، قال له سر على بركة الله وقاتلهم حتى يفتح الله. قال له راوي الحديث سيدنا أبو هريرة قال له سر ولا تلتفت حتى يفتح الله على يدك. قال فانطلق سيدنا علي مشى خطوات ثم وقف ولم يلتفت ورفع صوته يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ فقال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا منك أموالهم ودماءهم وحسابهم على الله تعالى. الشاهد أن النبي قال له سر ولا تلتفت ولا تلتفت، وطبق الوصية. وسيدنا علي مباشرة لما عنا له شيء، يعني داير يسأل النبي سؤال وقف، يعني زي ما يقول الجيش يعني وقف تباه وما تلفت خلفه ولا عاين، مع انه النبي بيورى له هو انطلق. ده تنفيذ توجيه نبوي مباشر مباشر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم يعني العزيمة والإقدام والإصرار على يعني سماع الكلام والإصرار على تنفيذ الأوامر. فمباشرة استجاب، لذلك كان ذاك الجيل العظيم. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له سر ولا تلتفت، كونه يقول له ولا تلتفت هنا إشارة، هنا إشارة يعني التردد والالتفات، ونحن يعني بلغتنا العامية بنقول ركاب سرجين وقيع زي ما نقول. فالإنسان لا، الليلة نعمل ده وبكرة خلي ده، وفي النهاية ما يعمل ولا حاجة. لا انت اعمل شيء، اعمل شيء واحد. يعني الان كم من الناس انه عزم على ان يحفظ القران او جزء من القران في السنه؟ يعني بعض الناس يعني تدي خطه تقول له يا اخي في اليوم احفظ صفحه، يا اخي الصفحه دي ما قليله. طيب السبب شنو يا استاذ ايوب؟ السبب شنو بالتحديد في هذا الاشكال؟ ليه يعني مثلا الناس قياب الرؤيه بالنسبه للفرد؟ نعم، قياب الرؤيه انه ماذا تريد؟ هو عارف عايز شنو؟ لا بعض الناس ما عارف انا عايز. بعض الناس ما عارف. طيب هسه ده ممكن يكون ربط لنا سؤال جيد بمسألة انه اي عمل مقبل ومقدم عليه الانسان، مشروع او مشوار او حتى دراسة اكاديمية او ارتباط، بيحتاج لمبدأ ومسألة الهمة العالية. بالضبط، لابد كل اقدام على شيء الاول انه ما الهدف؟ انا عاوز اعمل الشيء ده ليه؟ الغاية، لماذا أريد أن أفعل؟ طيب يعني لأجل أن يربط الإنسان كل قايته بالله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته. الحديث يعني فالغاية لماذا تريد؟ يعني حتى الأعمال، حتى الأعمال العادية إذا ربط الإنسان الأمور كلها بالله تبارك وتعالى تأتيه القوة والمدد والعون من الله تبارك وتعالى لتنفيذ تلك الأمور. طيب إذا كان الإنسان في الخمسين، من المقولات الجيدة، إذا كان الإنسان في الخمسين ويفكر كما لو أنه في العشرين من عمره، فيعني ذلك أنه قد أضاع 30 عاما من سنوات عمره. يعني البيئة ودورة ومسألة الجلوس في مكان واحد في علو الهمة وزيادة العزم عند الإنسان. طبعا دي من الأشياء، أول حاجة المجتمع له تأثير طاقي جدا على ارتفاع الهمة أو قعوس الهمم. ولذلك الآن بعض الناس لهم المقدرة على تغيير المكان أو على السياحة. طبعا الآن لما تحدث عن السياحة الناس طوال ينظر لها منظور أنه الترف وقلة الشغلة زي ما بنقول بالعامية، لكن لما ربنا يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، كم من آية في القرآن تحدثت عن قل سيروا. الآن الناس اللي ربنا يعني وفقنا على انهم يعني يخرجوا خارج السودان يزوروا اي منطقه ويجوا، او حتى نحن هنا في السودان لما تمشي حتات معينه وتجي راجع او تخالط مجتمع غير المجتمع اللي انت فيه بتجي بنفسيات مختلفه. صحيح، وبتشوف نماذج بتقول باستطاعتي ان افعل. صحيح، ولما تجلس مع اصدقاء واصحاب ذوات همم عاليه مباشره انه الانسان ترتفع همته معهم ويسمو معهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني الصاحب ساحب. صحيح، زي ما يقال المثل الشهير. فالمجتمع له بعض العبارات تربينا عليها ونشأنا مثبطة، العلم في الكبر كالنقش
على الحجر في الحجر، هذه من المقولات التي ينبغي أن تسأل. هم بيقولوا أيوة، والعلم في الكبر كالخط على البحر، يعني تربط العبارتين، بدي تخلي زول يمد رجله طالما. والآن في ناس كثير جدا مثلا لو تجاوز الخمسين ولكن احنا ما خلاص، احنا زمننا فات وعد يعني ما عندنا تاني بعد، يحللنا يعني يتغنب، مع انه يعني لما تشوف نماذج من كثير من الناس، وان واحد يكون هو في سكرات الموت، يعني تلميذ الامام ابو حنيفه محمد بن ابو يوسف، وليس محمد بن حسن، ابو يوسف صاحب الامام ابو حنيفه، هو في سكرات الموت، اتاه احد الزائرين يزوره فناقشه ابو يوسف في مساله، قال له ما ترى هل الرجم في الحج افضل راكبا ام انه افضل ماشيا؟ قال له افي مثل هذه الحاله يا امام، يعني في الحال ده وانت في سكرات الموت تناقشني في مساله فقهيه؟ قال إن أموت وأنا أعرفها خير لي من أموت وأنا أجهلها. يا سبحان الله، همة عالية حتى آخر لحظة. الإمام أحمد بن حنبل يعني مع علمه قاله كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون واحد من الناس، وطوال شايل القلم والمحمرة، يعني لاحظ الآن لا في أقلام جافة ولا في كيبورد ولا المسائل كلها متاحة يعني متاحة. فقالوا له، فواحد سأله قال له القلم والمحبرة إلى متى يا إمام؟ 200 يعني. فقال له من المحبرة إلى المقبرة. يا سلام، يعني المسألة دي متلازمة. فالإشكال أنه المجتمع، أنت ذكرت يعني بعض الناس، واحد يكون هو في 50 ويفكر بعقلية العشرين. العقل لا يشيخ والنفوس لا تشيخ، يشيخ هذا البدن. يعني بعض الناس الآن تلقى يعني صح هو كبير في العمر، لكن له همة وله قوة يعني تفوق حتى همة قوة الشباب. طيب جميل. نسأل عن إنه أحيانا تزيد الهمة وتكون في أعلى درجاتها، وأحيانا تهبط وتتقهقر وتتقزم، فالمعيار شنو في مسألة ارتفاع الهمة وعلوها وانخفاضه؟ شيء طبيعي. تتقهقر دي كويسه حتى ترجع للوراء. لا بس ما ترجع بسرعه شديده. هي طبعا شيء طبيعي لانها النفس البشريه، يعني الانسان لو عاوز هو يكون على مستوى يعني واحد من الـ من الـ من الـ من ثابت في مستوى بس فقط يترقى، ما يكون في هبوط، يعني لا يكون بشرا، يعني ممكن ان يوصف، ممكن يكون نبي، نعم يعني الأنبياء في حالة ترقي دائما، لكن طالما أننا يعني غير أنبياء وغير معصومين، فالإنسان قطعا على كل المستويات، مستوى الهمة، مستوى الإيمان، مستوى الطموح، يعني في لحظات ضعف تعتري الإنسان، يعني كما قال الصحابي حنظلة يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ساعة فساعة، يعني إنا نكون معك يا رسول الله فتحدثنا الحديث الطويل كأننا نرى الجنة رأي عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كلام، قال لو تدومون على الحالة التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش. يعني لدينا من القوة الكامنة، أو نستطيع أن نقول الإمكانية، على أن يصل الإنسان لدرجة أنه تصافحه الملائكة على الطرقات وعلى الفرش. الإنسان مهيأ ومؤهل لهذا الكلام، أن يرى الملك وأن يناجي الملك وأن يتكلم مع الملك، إذا ما استثمر الجوانب الإيجابية في أعلى درجاتها يصل إلى هذه المرحلة. في المقابل يعني أيضا يستطيع الإنسان أن يكون أستاذا لإبليس، كما قال الخيام في إحدى رباعياته، كنت امرؤ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو أنه مات قبلي كنت أحسن طرائق فسق لا يحسنها بعدي. فالإنسان لديه القوة على أن يكون يرتقي بالإيمانيات ويرتقي بنفسه ويرتقي بفكره وبعقله إلى أعلى الدرجات. طيب كيف يتعامل أصحاب الهمة العالية مع هذا التراجع الطبيعي ما ذكرت؟ هو إذا فرضا الآن مثلا أنا لدي هدف ولدي قاية أريد أن أصل إليها،
الوصول إلى الغاية توجه، هكذا حتى التقوى وحتى الإيمان ليس يعني خطا واحدا، طريقا مستقيمة. الآن فرضا أنا هدفي أو غايتي مثلا أن أصل المحطة الوسطى من درمان، طيب يعني أستطيع أن أسلك أقصر الطرق، يعني صحيح بطريق أكثر الطرق، وأصل في وقت وجيز وفي زمن قليل جدا، أنا متحرك من جبرة مثلا. لكن أحيانا أقول يا أخي عندي غشوة بجاي، أخشى السوق العربي أو أخشى الحتة الفلانية أو أخشى، لكن في ذهني أو ألقى جماعة في الطريق أنه أتسكع معهم شوي، لكن في ذهني أنه أنا لابد أن أصل إلى يعني تلك المحط، فخلاص هذا أمر مفرق منه، أنا سأصل، لكن ربما أصل في أقصر مدة زمنية، أو أني أصل بعد ساعتين أو بعد 3 ساعات أو بعد نهاية الدوام أو نهاية اليوم، لكن في النهاية أني لابد أن أصل. فأصحاب الهمم يتعاملوا معالجة هذه الأمور أو معالجة الاعتراضات التي تعترض الإنسان في نفسه من 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 فتور، من تكاسل، على أنه مثلا الآن أنا عاوز أفعل الشيء الفلاني. طيب نمشي لمسألة أي هدف بيحتاج لهمة، بجانب أنه الأهداف بصورة عامة جدا بيكون فيها خصم على صحتك، على تفكيرك، على جسدك ذاته، ضريبة بتدفع عشان أنت تنجز. كيف الإنسان يحفز نفسه لمزيد من الثبات تجاه أي موقف ممكن يواجهه ويكون داعي لأنه ما يقبل بصورة جيدة؟ المحفزات كثيرة جدا. أولا الأمر الذي تريد أن تفعله، إذا كان هذا الأمر هو في خدمة المجتمع أو أنه في خدمة نفسك أو أنه في خدمة مبدأ ما أو في خدمة قضية ما، كل هذا يعود على الإنسان بالنفع. يعني الإنسان لما يخدم غيره أما لما يخدم المجتمع هو في الحقيقة يخدم ذاته ويخدم نفسه، هذا في الحقيقة. أما في ظاهر الأمر يعني تنظر أصحاب الهمم العالية لا يقتصر الإنسان أمره وغرضه تجاه نفسه، ونحن بالعامية بنقول الداب نفسه قصر زي ما بيقولوا أهلنا، يعني زول الهم وفكره كله على رقبته، يعني هذا رجل مقصر، وإن أوفل يعني نفع متعدد أيوة للآخرين. ولو أنه طبعا كل فلسفة القيم الإسلامية حتى الشرائع الإسلامية الأعظم أجرا والأكثر يعني ثوابا هي التي يتعدى نفعها على الآخرين. يعني طيب. فالسؤال أنه معلش أنا كأني خلط بين الأسئلة، لكن كذا ممكن مثلا أي برنامج أو هدف في الحياة بينشد الإنسان وبيرغب في تحقيقه يعني فيه خصم على صحته، على تفكيره، على ذهنه، وحتى أحيانا بعدك عن أهلك ذاته وبيئتك، كيف الإنسان يحفز نفسه عشان يثبت أكثر لأجل أن يصل إلى هذه القاعدة وهذا الهدف؟ نعم. ما يترتب عليه هذا الهدف. نعم. يعني بعض الناس يعني أهدافهم تكون إصلاح المجتمع، وبعض أهدافهم ترسيخ قيم على مستوى الإنسانية، ليس مجتمعي أنا الصغير، حتى على مستوى الكون، حتى مستوى الإنسانية، للناس من ينتدي بنفسه لهذه المهمة العظيمة الكبيرة. قطعا تواجه الإنسان هنالك بعض المصاعب، بعض التي المشاق التي تخصم من وقته، من زمنه، حسابا على أسرته، على صحته، على على ها هذه هي الحياة، هذه هي الحياة. فلا بد من أن يضحي الإنسان في سبيل أجل أن يجد شيئا آخر، حتى علاقتنا مع الله تبارك وتعالى. حتى يعني الآن الناس واحد تلقاه يفعل المعصية تسأله يقول لك إن شاء الله ربنا يتوب علينا، ما بيصلي فلان ما تصلي إخ إن شاء الله ربنا يتوب علينا، مثلا يتعاطى بعض السجائر الصعود غيرها، منها يقول لك إن شاء الله ربنا يتوب علينا، ربنا يهدينا إن شاء الله. طيب كيف والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ لا بد من أن تصنع شيء، لا بد من أن تقدم شيء، لا بد من أن يعني بعدين جاهد. أيوة. المسألة يعني محتاجة يعني مفاعلة لشيء. أيوة. حتى بعد ذلك يأتيك العطاء من الله تبارك وتعالى، إذا كان هذا من الله الوهاب الذي يعني يعطي من خزائن لا تنفد، فكيف أنت تصارع الطبيعة وتصارع المجتمع وتريد منهم، فلا يأخذ الإنسان من غير أن يبذل شيء، دليل الحرامية طبعا.
وزادهم دارين اجتهاد، وهم زادوا يجتهدوا يعني، ما في حاجه من غير اجتهاد يعني. طيب استاذ ايوب، يعني بنيات الطريق ربما احيانا تكون مشغله للانسان، وانا اريد ان اربط هذا السؤال بسؤال اخر. نعم. في مقارنه بسيطه ما بين زمان والان، يعني يمكن وانت عرضت لي كثير من النماذج والتجارب اللي كلنا بنقراها اليوم، يعني من اخبار الصحابه، من اخبار التابعين، وكيف كانت همتهم عاليه، تمام. يعني الان في التكنولوجيا متوفره، في يعني هل هذا الواقع الراهن يعني يؤدي الى تكاسل الناس؟ يعني اي حاجه بقت بالنسبه لك سهله ومتيسره، اي حاجه في الحياه اليوم بقت يعني سبل الراحه بقت كثيره، حتى يمكن بعض الناس يقول لك يا اخي زمان لو انت عايز تركب المواصلات بتمشي مسافه طويله جدا، الان انت بتمشيها بركشه. ايوه يعني ده اقرب مثال. هو العكس طبعا، يعني انت كلامك هذا حكايه واقع وهذا صحيح، لكن الصواب كان ينبغي ان يكون العكس. يعني هذا الفتح الرباني الهائل في التكنولوجيا، يعني كان ينبغي ان يكون على الناس يعني مصدر اسعاد بالنسبه لهم ومصدر خير، وان يكونوا اكثر علوا في هممهم واكثر انجاز. يعني الان نحن نتحدث عن بعض الائمه يقول لك يعني يكتب 100,000 صفحه يعني الاوراق والاقلام، لاحظ ان الاقلام كان بيبروها وكذا، وهنا يركب دابته ويحفظ ويمشي ويركب من وين دابته من والى وانا. لكن لماذا صنعوا كل تلك الاعمال ولم نستطيع ان ننجز نحن ولا معشار ما فعلوه؟ ومع انه نحن الوسائل متاحه بالنسبه لنا، الوسائل متاحه الان، يعني نحن زول قاعد في مكيف، يعني حتى الجو حتى الطبيعه استطعنا ان نسخرها ونهيئها. يعني لو الان مثلا المسخن تتحكم في درجه البروده بالطريقه اللي انت عاوزها، حركه السير، يعني زمان انت رهن لدابتك او للبعير او للفرس او لهنا، الان انت بالخيار على حسب الماده اللي في يدك، تركب ركشه، تركب عربيه اسرع، تركب ليموزين، تركب طياره حتى، يعني كل الوسائل متاحه. لكن الانجاز اقل بكثير جدا. طبعا ده في مجتمعنا، ده في مجتمعنا نحن، لكن مقارنة بمجتمعات أخرى، مقارنة بمجتمعات أخرى الآن في ناس أنجزوا إنجازات هائلة جدا مع وجود هذا الكم الهائل، لأنهم أحسنوا استقلال وقتهم وأهدافهم كانت واضحة. نحن قياب الرؤية وقياب الهدف، نحن همة علامة، يعني نتحدث عن الهمة. طيب أنا يكون عندي همة لشنو؟ فإذا أصلا الرؤية غائبة والهدف ليس واضح بالنسبة للإنسان العادي، فلما يكون عنده همة أحيانا بتكون في طاقة جبارة للإنسان، لكن ما عارف يوجهها وين، فيقوم يوجهها في الشر. هذه هي طاقة وهمة، لكن توجه في غير المكان الصحيح الذي ينبغي أن توجه. دي الحاجة اللي ولدت إنه يكون في إرادة موجهة عشان يكون في لها نتيجة إيجابية بالنسبة للإنسان. بالضبط. أستاذ أيوب، حصل قلت لزول أنت زول ضعيف الهمة؟ حصل أنت زول ما عندك همة؟ والله ما أظن قلت، لأن يعني ما يستطيع الناس يعني. طبعا بعض العبارات التي لم تكن متداولة في المجتمع، يعني لو تحدث بها إنسان يحس أنك جرحته أو تعاليت عليه أو شيء. طيب من أقول فلان ده عالي الهمة، ضربت أنا السؤال، فلان ضعيف الهمة وما عنده همة تجاه أي موقف، الكلمات دي دورة في تقوية عزم صاحب الهمة وحتى رفع جانب الهمة عند الزول ما عنده. طبعا مهمة جدا، يعني كثيرا ما مدحنا بعض الناس بأنه همته عالية وأصحاب همة عالية وهكذا، وبتفعل يعني مسألة الثناء على الآخرين أو أنك تقول له بعض كلمات الإطراءات، يعني ما كسرت لي، لكن مهمة جدا في حياة الشخص، يعني خاصة إذا يعني كسرت لي شيء، إذا قلتها لله، يعني إذا قلتها لله ما يعني، أو تحقيق حق. يعني الآن مثلا يعني أستاذ خليل أنه شخص مميز ولبق، وكذلك أبا بكر في طريقة الحوار والنقاش، أنا لو قلت له الكلام ده ولا ما قلته ما بيخصم من رصيده هو شيء، لكن لو قلته يقرب المودة بيني وبينه. لو أنه يعني بعض الناس ما يكتشف نفسه، يكون هو ماهر في مجال ما،
أو له القدرة على العطاء في 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 شيء ما وهو ما مكتشف نفسه كثير يعني. وما أكثرنا أن لم نكتشف بعد إبداعات وأشياء نستطيع أن نحسنها لكننا ما اكتشفناها. فلما تأتي هذه المحفزات وهنا يأتي يعني دور المصلحين العظام في اكتشاف مقدرات الناس. يعني الآن تجد بعض المجتمعات يعني في ناس لديهم القدرة على توظيف مهارات الناس واكتشافات قدراتهم ويسخروهم، هم لديهم الطاقة لكن يسخروهم في 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 إسعاد وإصلاح المجتمع بما يحسنون. فأنت لما تثني على الإنسان في المجال الذي يحسنه هذا وقود دافع له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أكيد. طيب فمسألة أنك تثني على الإنسان أو تقول له أنت صاحب همة أو تزيد من لكن طبعا هذا سلاح ذو حدين، ممكن يخصم وممكن ممكن يضيف. يخصم وممكن يضيف، يعني لابد أن تكون أنت عالم بما تقوله للشخص الذي يستحق وصادق. أيوة. فيه لو قلتها لإنسان تاني ممكن أنك، خاصة لو أنك لك مصداقية عالية ولكن قلت كلام ما عنده وزن الشخص لا يستحق يهدمه بدل من أن يبنيه ويرفع ويزيد. جميل. أستاذنا أيوب إسماعيل آدم، نحن ما شبعنا منك. حياكم الله. لكن انتهى زمن الفقرة، سعدنا جدا بهذا الكلام، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتك، ونتوقع من السادة المشاهدين ممن ولو كلمة واحدة لفتت نظر لشيء معين واستفاد. نعم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. جزاكم الله خير، أنا شاكر لكم كثير. وآخر شيء لو هناك من يسمح، ممكن إذا ربط الإنسان في أقل من دقيقة، إذا ربط الإنسان كل أمره بالله فالعون يأتي من الله، وإن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجنيه عليه اجتهاد. شكرا جزيلا كثير. جزاك الله خير أستاذنا أيوب إسماعيل آدم مدرب التنمية البشرية، سعدنا جدا بهذا الكلام عن علو الهمة. نلتقي بك إن شاء الله في مساحات أوسع وأكبر بإذن الله تعالى.